مانشستر سيتي يخاف من الحسد وموناكو يعرض خدماته على برشلونة وفرقة باكستريت بويز في الملاعب الإنجليزية. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من العربية رياضة. أهلا بكم. يبدو أن نادي مانشستر سيتي يخاف من الحسد، بيني وبينكم لهم الحق. 18 انتصاراً متتالياً آخرها على أرسنال بالأمس جعلت أدمن صفحة النادي الرسمية على تويتر يعلق بسم الله أرقيكم. خسائر وتعثرات برشلونة جعلت الأصدقاء والأعداء يتشمتون بالنادي الكتالوني. حساب نادي موناكو بعد الفوز على باريس سان جيرمان بهدفين مقابل لا شيء في الدوري الفرنسي كتبوا: برشلونة إذا كنتم بحاجة إلى نصيحة تواصلوا معنا على الخاص. من جهة أخرى رصدت عدسات الكاميرات لقطة للانجلي لاعب برشلونة وهو منهار من البكاء في السيارة بعدما تسبب في التعادل لفريق برشلونة أمام قادس في الدوري الأحد. بطريقة إبداعية أشاد ديكلان رايس بزملائه في وستهام حيث نشر صورة معدلة بالفوتوشوب للاعبي الفريق وهم يحتفلون بهدف جيسي لينغارد ضد توتنهام مستغلا قيامهم بالاحتفال وكأنهم يحملون أدوات موسيقية. هو أكمل المشهد على طريقته. ميكايال أنطونيو بدوره علق باكستريت بويز نسبة لمدرب الفريق مويز وفرقة باكستريت بويز الشهيرة. السيدات يدخلن بقوة إلى عالم الرياضة في السعودية حيث أصبحت أريجم طبقاني أول سيدة يتم تزكيتها في انتخابات الاتحادات الرياضية هذا العام بفوزها برئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس.